أخبار المهرية باختصار. ميليشيا الاعتقالي تقتحم منزل أحد ضباط لواء النقل التابع للشرعية في محافظة لحج. مسلحو الاعتقالي فرضوا حصاراً على منزل النقيب أيمن صالح الهبوب وروعت أسرته خلال عملية الاقتحام. الحكومة تقول إن 600 ألف يمني فقدوا وظائفهم جراء الحرب ومع استمرار تدهور الاقتصاد الوطني. وبحسب بيانات حكومية فإن العملة الوطنية انخفضت بنحو 36% منذ ديسمبر من العام 2019. شرطة تعز تعلن استعادة مخطوطات أثرية منهوبة من المتحف الوطني يعود عمرها إلى أكثر من 800 عام. الشرطة قالت إنها تمكنت من ضبط متهمين اثنين حاول إخفاء المخطوطات بأحد المنازل في ريف المحافظة. مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أحمد علي قاسم يقر بالأداء المخيب للاعبين خلال المباريات السابقة. قاسم قال إنه متفائل بإمكانية تقديم أداء أفضل أمام منتخب موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب. فيسبوك تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية أملاً في منافسة تطبيق كليب هاوس الذي ازدادت شعبيته بشكل كبير، وتتيح غرف الصوت الحية المتاحة حالياً في الولايات المتحدة الاستماع إلى المحادثات التي يجريها المشاهير والمشاركة فيها أحياناً. إلى اللقاء باختصار آخر.